علاقه بالبيئه، واحنا زي ما حضرتك قلت يعني مصر بتستعد لتنظيم مؤتمر تغير المناخ في نوفمبر القادم في مدينه السحر والجمال شرم الشيخ، حيث اكدت الدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه انه سيتم اطلاق النسخه الثانيه من الحوار الوطني للمناخ في اغسطس القادم للبناء على مخرجات النسخه الاولى منه، مؤكده على دور المواطن في التصدي لاثار تغير المناخ. شددت وزيره البيئه في تصريحات اعلاميه ان دور المواطن في التصدي لاثار تغير المناخ هو ما دفع الحكومه المصريه لاطلاق الحوار الوطني الاول للمناخ في ابريل الماضي لرفع الوعي لدى كافه فئات وشرائح المجتمع بقضيه تغير المناخ، موضحه ان هناك دور هام لشركاء التنميه وخاصه برنامج الامم المتحده الانمائي وشركاء من الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي في تقديم الدعم الفني والاستشاري لاعداد الاستراتيجيه الوطنيه لتغير المناخ 2050 ومشروعاتها، حيث تستهدف التخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف والمواجهه وايضا حوكمه المناخ من خلال تحديد الادوار والمسؤوليات والبنيه التحتيه لتمويل المناخ، والتي بداتها مصر مبكرا للعمل على دمج البعد المناخي في الميزانيه العامه للدوله واعلان السندات الخضراء لتنفيذ مشروعات تعنى بالبيئه والتخفيف والتكيف. يعني الحمد لله مصر مش اهتمامها بالبيئه مش وليد اللحظه، لا احنا بنتكلم على مدار 8 سنوات، ويمكن اهتمام مصر بملف البيئه في هذا الوقت تحديدا هو غريب عن المجتمع المصري، ولكنه يدل على رؤيه واضحه من القياده السياسيه باهميه التكاتف مع دول العالم اجمع للحفاظ على كوكب الارض، لانه الحقيقه يعني الانبعاثات والتلوث وغيره من الاعتماد على الوقود الاحفوري وغيره من الاشياء اللي اثرت بشكل سلبي على كوكب الارض. كيف ترى هذه الاجراءات والحقيقه في دعم من كافه الشركاء سواء بنتكلم على المستوى الدولي او على المستوى الاقليمي؟ هو بدون شك وفي خطوات وتوعية للمواطنين بالفعل بهذا الشأن، ويمكن شفنا نجاح مصر في الثمان سنوات الماضية في القضاء على ظاهرة قش الرز اللي كنا بنيجي كده في شهر سبتمبر ونلاقي دخان يملأ سائر أنحاء القاهرة، وده ضر بالصحة وضر بالمواطن وضر كذا. تم بالفعل اتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على البيئة والاستفادة بقش الرز في مجالات أخرى كأعلاف او غيرها، وده كان شيء جميل جدا. ده حتى بيصنعوا منه ورق كمان استاذ علي. طبعا الرز بيتعملوا اعاده تدوير وبيعملوا منه ورق، بيتعملوا اعاده تدوير وبنستفيد بيه. المساله السيارات يعني من اكثر الاشياء اللي بيخرج منها انبعاثات حراريه ضاره السيارات، هناك التوجه الى الاعتماد على الطاقه الكهربائيه، وان في سيارات تعمل بالطاقه الكهربائيه او السيارات تعمل بالغاز، كل ده بالفعل خفض تخفيض كبير جدا من هذا الأثر. منظومة النظافة يعني في جهود مبذولة، لكن بنترقب المزيد من الإنجازات بهذا الشأن. ما زلنا بنترقب منظومة النظافة بصفة عامة لأنها أيضا مرتبطة بالبيئة. بقول إن العالم كله الآن أنظاره إلى مصر. كلام كتير جدا بيتنشر في الصحف العالمية وبطلع عليه يوميا بحكم عملي، بقول لحضرتك قد إيه الناس كلهم العالم كله متوقع نجاح هذا المؤتمر، ثقة في مصر وفي القيادة المصرية وفي مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على النجاح، في ضوء أيضا التجربة المصرية الناجحة في التعامل مع التغيرات المناخية عبر الثماني سنوات الماضية، نجاحات مصرية كبيرة ومتوالية بهذا الشأن. بند الإعداد لهذا المؤتمر يعد بندا أساسيا من الأمور الكثيرة والمتعددة خلال مقابلات السيد الرئيس لضيوف مصر من رؤساء الدول والحكومات وكبار الوزراء الخارجية وكبار المسؤولين، كلهم بيؤكدوا على حرص دولهم على المشاركة في هذا المؤتمر وتوقعاتهم بنجاحه، ثقة في مصر وثقل مصر وقدرة مصر على إعداد مؤتمرات ناجحة بهذا المستوى، وهذا لا يتأتى لكثير من الدول. أضيف لحضرتك أن مصر كان لها دور كبير فيما يتعلق بالمؤتمرات الدولية المعنية بالتغيرات المناخية على المستوى الدولي عبر الأمم المتحدة، عبر المؤتمرات المتوالية وأيضا مؤتمر باريس، وكان لنا فيه دور كبير جدا ودور ناجح. أيضا تولت مصر رئاسة اللجنة المتخصصة بهذا الشأن في الاتحاد الإفريقي،
بقول ان احنا لينا خبرات كبيرة جدا ولينا يد طولة في الكثير من الملفات وبينها ملف البيئة. إن شاء الله يكون إنجاز جديد يضاف للإنجازات المصرية أستاذ علي. طيب خلينا بقى ننتقل